له لا، جلس لي مبلوك في الخطابية. قلت له هادي معاه، هادي ابني معاه. جرينا انا وخطيب بنتي تحدي الحادثة. لقيناهم قالوا ايه ده، تحولوا ايه ودوهم تاني ورحمي. قال في السنة اللي طبعا وبقيت الرعب، وقيت ايه العيل اللي صدق والمويه. وبيطلع الساعة كام؟ كان بيطلع بعد الفطار صح؟ بيطلع هو بعد الفطار. يجي على السحور. يجي على السحور. ده طول شهر رمضان كده يعني. اللي مية من المدينة. يعني اللي كانت أول يوم يعني. والله أول يوم يطلع. طول شهر رمضان جاع. والله على ظروفك. ظروفك إيه العشية؟ العشية والله الحمد لله. الحمد لله. أنا مش عارف مصدر. وما فيش شغل هنا أصلاً ولا أي حاجة خالص في البلد؟ انا شغال في مصنع طوب في المنوفيه. انت شغال في المنوفيه؟ ايوه اشتغل في مصنع طوب. مصنع طوب زي اليوميه برضه. هو كان شاري لبس العيد صحيح؟ ايوه والله. يعني اشترى لبس العيد. شاري لبس العيد ومقفزه عند الراجل بتاع الهدوم. قال له والدته انا عايز اهدم فلوس عشان اروح اجيب ايه البنطلون. قلت له خد هادي فلوس وهادي البنطلون. هادي الفلوس جاب البنطلون يجي. طبقوا مع السيشيرت بتاعه وجحطوا الدراع. طب انت كنت تعرف ان هو راح يشتغل امبارح؟ كان جاي لك هو كان لا ما قاليش هو ايه بتاع الشغل مطلعه ماشي. فقال لي بعت لي هاد. فانا جيت بعد الفطار نسيت اقول له الشغل. بعت له واحد زميله احمد السيد اللي توفى معاه. فانا اقول له ابو هادي فين هادي؟ ايه ده طلع مع احمد جمال. مفيش شغل هنا حاجه اصلا في القريه هنا ولا حاجه؟ مفيش شغل خالص. طب هنا انت تعتبر ان هو راح يشتغل في بطاطس. المفترض هنا اصلا المنطقه معروفه اصلا بزراعه البطاطس وحاجات محطه يا باشا. راح يشتغل في محطه البطاطس. راح يشتغل في البطاطس ثلاث بتاع ما بكملش اسبوعين بالظبط. هناك المحطه ديت هنا اليوميات كام هناك اصلا في المحطات؟ 30 جنيه 30 جنيه من 30 لحد 50 50 قبل رمضان. رمضان 30 بس هنعمله ايه؟ ما فيش غيرها. ده الكبير بتاعك الله يرحمه الكبير. في اخوات تاني معاك؟ بنت وحيده يعني. استغفر الله العظيم. الله يرحمه ونحتسبه عند الله شهيدا باذن الله. شهيد ان شاء الله هشدك معاك باذن الله.